مرحبا، كيفكم؟ فيديو اليوم رح نتعرف فيه بشكل سريع على وله وغاد الصحيم، بس قبل ما نبلش المقطع لايك واشتراك وتفعل الجرس. وله وغادة الصحيم هما أختين بيحملوا الجنسية السعودية. الاسم وله وغادة فهد حمد الصحيم، وبينتموا لقبيلة الخالدة، وانولدوا في مدينة القصيم بالسعودية، وبيسكنوا في مدينة الرياض، وإلهم إخوات تانيين زي امتنان وأمجاد ولانا ولما، وعندهم أخ واحد اسمه الوليد. وله من مواليد 2008 وعمره 14 سنة، وغادة من مواليد 2013 وعمره 8 سنين. وبدت شهرة وله سنة 2014 وصارت تحمل لقب محبوبة الجمهور، وغادة دخلت عالم الشهرة من عمر سنتين ونص. وله وغادة عندهم صوت كتير حلو، وهذا خلاهم مشهورات أكتر بالنشيد، وكمان عندهم موهبة التمثيل. من أهم إنجازات وله، اشتغلت في مؤسسة الباز، وأول تجربة غنائية إلها كانت في استديوهات شركة نيوتك ميديا، وحازت على لقب العالمية مع أخت غادة، وحصلت على دعوة الفي آي بي حتى تحضر الفاشن ويك في باريس، وهي طفلة مؤثرة إعلاميا وعالميا في السوشيال ميديا. وله أول طفلة بتشارك في مهرجان الكوميديا الدولي على مسرح المفتاح بأبها، وأول طفلة سعودية بتدخل عالم التمثيل المسرحي وبدور بطولة، وأول وأصغر طفلة بتقدم حفل رسمي وهو مهرجان مسرح الطفل لعام 2016 اللي نظمته وزارة الثقافة والإعلام السعودية، واللي حضرها عدد كبير من الشخصيات والمسؤولين والإعلاميين والمشاهير. وقدمت وله الحفل الرسمي لافتتاح مهرجان الرياض للتسوق في موسم الرياض لعام 2019، وهي أول طفلة تم اختيارها من نادي عالمي لإصدار كليب وكان من بطولتها. وغنت ولا في مهرجان الجنادرية عام 2019، وتم اختيارها كعضو في جمعية الأطفال المعاقين وسفيرة وداعمة إلهم. وآخر أعمالها كان أغنية نزلت على قناتها باسم عدنا إليكم يا مدرستنا الغالية، وكانت من غناء وله غادة. وظهرت وله غادة في عدد من برامج القنوات السعودية، ومن أهم أعمالهم الفنية مسرحية سطح البيت، وكليب حب ووفاء، وفعالية جرب الكرسي، ومسرحية ألف ليلة ونص، وأغنية أقبل العيد يا هلا، وكليب طاب فالك، وشاركت في مسلسل بنات الصحيم. قناة اليوتيوب، انضمت وله غادة لليوتيوب بتاريخ 28/12/2013، لكن بدت النشر بتاريخ 25/8/2017، واشترك في قناتهم أكثر من 2,700,000 مشترك، وسجلت القناة أكثر من 950 مليون مشاهدة. وحصلت وله غادة على الدرع الذهبي في مارس 2020. الانستغرام، وله عندها حساب على الانستغرام بتبيعها عليه أكثر من مليون متابع، وبتنشر فيه صورها ومقاطع فيديو قصيرة. أما غادة فبتبيعها على الانستغرام أكثر من 660,000 متابع. السناب شات، في حساب مشترك لوله غادة على السناب شات وصل أكثر من 3,300,000 متابع. وفي نهاية المقطع ما تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، ومع السلامة، بشوفكم بالفيديو الجاي.